تمام، دلوقتي هنبدأ بعد ما خلصنا الاكزايتابيلتي واتكلمنا عليها وشرحناها. تعالوا بقى نشوف ايه الفاكتورز اللي افكتنج كارديك اكزايتابيلتي، ايه العوامل اللي بتأثر على الاكزايتابيلتي. تمام، اول حاجة عشان تحفظهم انا مرتبهم لك في كلمة بيسين، بيسين بي بي سي اي اي ان. تمام، تعالوا نبدأ بالفيزيكال. اول حاجة انت عندك زي ما نشوف كده العوامل، الفيزيكال، البي اتش بتاع البلد، الكيميكال، الاينز، الاسكيميا والبكتيريال توكسينز والهايبوكسيا، واخر حاجه ايه اللي هي النيرفس ريجوليشن بتاع القلب. تمام، اللي هي الاعصاب يعني. تمام ماشي. تعالوا نبدا بالفيزيكال. اول حاجه قال لك المودريت وورمنج والمودريت كولينج. بص، الورمنج ده احنا عارفين ان القلب بيحصل فيه اكزايتابيلتي. تمام، الاكزايتابيلتي بتفتح عن طريق ان صوديوم شانل بتفتح، ونتيجه للتغير الكيميائي، نتيجه للتغير الكهربي والكلام ده. بس احنا يعني فعليا الكلام ده كله عباره عن تفاعلات كيميائيه، لان في الاخر الشانل دي عباره عن بروتين، الشانل دي عباره عن بروتين، والكهرباء دي بتغير في التركيب الكيميائي بتاعها، فانت ده تعتبر ايه؟ كيميكال رياكشن. ما دام هو كيميكال رياكشن، فبالتالي انتوا عارفين ان الحراره المودريت، الحراره المودريت اللي هي المتوسطه او المعتدله هتعمل في كيميكال رياكشن، هتزوده. طب ما دام زودت كيميكال رياكشن هتعمل ايه في الاكزايتابيلتي؟ هتزود الاكزايتابيلتي. طب المودريت كولينج بقى تعمل العكس، هتقلل الكيميكال رياكشن وبالتالي هتقلل ايه؟ الاكزايتابيلتي. طب لو قلت لك اكسسيف بقى، لو قلت لك حاجه حراره زياده عن اللزوم، الحراره زياده عن اللزوم دي هتبدا تدمر القلب اصلا. انتوا عارفين يا جماعه، انتوا عارفين البروتينات بشكل عام، لو جبت بيضه حطيتها في ميه سخنه قوي ايه اللي بيحصل لها؟ هتتجلط، بيحصل لها حاجه اسمها كواجيوليشن ودينيتوريشن، والخلايا تبدا ايه؟ تبدا تتضرر، فبالتالي الاكزايتابيلتي هتقل. فده كده الفيزيكال يعني، كلام سهل، كلام ما فيهوش حاجه جامده يعني، كله كلام منطقي. تعال ندخل على البي اتش. البي اتش عندنا انتوا عارفين البي اتش اهو، ده السبعه ده اللي هو ايه بتاع الميه، دخلت على 14 بقيت الكلاين، دخلت على الواحد بقيت ايه؟ اسيدك. طب خلينا بس نقول كده حاجه، الاسيدك يا جماعه معناها ان الهيدروجين اين هيزيد في الدم، اعرفها كده. طب الالكالاين الهيدروجين اين هيقل في الدم، اعرفها لي كده. طبعا في منظور تاني ليها، بس خلينا المنظور ده هو اللي هيهمني في النقطه دي. يبقى سبعه ده النيوترال، دخلت على واحد بقيت اسيدك، معناها ان البروتون او الهيدروجين اين ايه زاد في الدم، دخلت على ال 14 بقيت الكالاين والهيدروجين اين ايه قل في الدم، هيفيدني بايه؟ طب بص يا سيدي، بيقول لك هتفيدك في ايه؟ دي خليه اهي، دي ايه؟ خليه، وهنا المفروض في دم، اعتبر هنا ان في الدم او الاكسترا سيلر فلويد اللي هو اللي فيه الايونات ده. تعالى نبدا بحاله الالكالوزس، اخبار الهيدروجين اين هنا ايه؟ هيقل. الهيدروجين اين بره ايه؟ هيقل. طب هل الجسم هيسكت؟ قال لك لا، ده حاجه غلط، ده مش طبيعي، الجسم لازم يعادل الموضوع ده. طب قال لك ايه الحل؟ قال لك في هيدروجين جوه، في هيدروجين اين جوه الخليه. قال لك الهيدروجين اين ده هيطلع بميكانيزم معين مالكش دعوه بيها، هيقوم طالع بره الخليه. طب دلوقتي ماشي، طب انت ظبطت الجسم من بره، طب الخليه زالت، انا يبقى الخليه دلوقتي الهيدروجين اين هيقل فيها، يبقى البوستيف هيقل، الهيدروجين اين كده كان بوستيف عليه بوستيف شانل، تقوم مدخله ايه مكانه؟ تقوم مدخله بوتاسيوم. البوتاسيوم ده اللي لما كان بيدخل جوه بيعمل لنا بوستيف، كان بيعمل ايه؟ بيعمل دي بولاريزيشن. طب انت لما عملت الدي بولاريزيشن كده، يبقى انت زودت ايه؟ الاكزايتابيلتي. انت مش هتعمل دي بولاريزيشن، انت بتعمل ستيت اوف دي بولاريزيشن، بمعنى لو هنا مثلا سالب 90 وهنا مثلا 20 وهنا اقول مثلا سالب 60، ده كان الريست. في حاله الالكالوزز المودريت الكالوزز الهيدروجين اين قل، فبالتالي الخليه بدات تطلع ايه؟ هيدروجين اين بره، وتدخل مكانه بوتاسيوم. البوتاسيوم انتوا عارفين ان هو والصوديوم والكلورايد هم المسؤولين الاساسيين على الاكشن بوتنشال، فبالتالي البوتاسيوم لما يدخل الريست بريم بوتنشال، بدل ما يعني بدل ما كان سالب 90 بقى ايه؟ 60 مثلا، مثلا دي ارقام مش صحيحه يعني، بقول مثلا. يبقى كده الاستيمولس اللي جاي، مش انت كده، هل هنا في الحاله دي مش انت هتحتاج استيمولس اقل علشان توصل البتاع الاكشن بوتنشال؟ قال لك اه صح، يبقى انت كده معناه انك زودت الاكزايتابيلتي. يبقى كده المودريت الكالوزز ايه؟ المودريت الكالوزز زودت الاكزايتابيلتي. نفس الكلام، نفس الكلام على الاسيدوزز. ادي خليه، خليه اهي، والاسيدوز اتفقنا ان بره هيزيد ايه؟ الهيدروجين اين.
طب الجسم بره مش مبسوط، يبدأ يدخل الهيدروجين ايون جوه. طب حلو، انت دخلت الهيدروجين ايون زودته جوه، نطلع ايه مكانه عشان نحافظ على الكهرباء بتاعت الخلية؟ قال لك بسيطة خالص، قال لك طلع لي بوتاسيوم، طلع لي بوتاسيوم مكان بدل الهيدروجين اللي دخل ده. يبقى ايه كده اللي زاد بره؟ بص في ايون بتاعت ايه؟ البوتاسيوم. طب بص لما يزيد بره دي حالة بنسميها ايه؟ بنسميها هايبر بولاريزيشن. طب الهايبر بولاريزيشن مثلا هو سالب 90 اهو، وهنا سالب 60 كنا بنقول عليها، وده كان 20 بتاع الاكشن بوتنشال، وهنا سالب 110. هنا هو المفروض طبيعي يبقى هنا. طب بعد الهايبر بولاريزيشن عمل ايه؟ نزل لسالب 10. معنى كده انك هتحتاج ستيمولس قوي عشان توصله ايه؟ ل 20. فبالتالي انت ده محتاج ستيمولس قوي، معناه انك قللت الاستثاره. يبقى انت كده قللت الايه؟ الاكزايتابيلتي في المودريت اسيدوزز. الاكسس تشينج بقى يا جماعه زي ما قلت لكم، اي حاجه زياده عن حدها هتبدا تلخبط الكيميائيه بتاعت الخليه. ومعلوماتك الاسيد بشكل عام جوه الخليه مش حلو، يعني انت لو زودت الاسيد قوي جوه الخليه ده ممكن بيبدا يرسب البروتين، فبالتالي ده برضو غلط. فاي حاجه، اي بص اي حاجه كده قاعده في الطب، اي حاجه تزيد عن حدها غلط، هتبدا تدمرك الخلايا، غير بقى تاثيرات على المخ وتاثيرات على الاعضاء التانيه وكده. تمام كده احنا خلصنا نقطه البي اتش، تعالوا نشوف النقطة اللي بعديها اللي هي الكيميكال. عندك أدوية بتزود الإكزايتابيلتي، وأكتب لك كاتب الكافيين، بس طبعا في أدوية تانية كتير بتزود الإكزايتابيلتي. أنا مش عايز أتطرق للأدوية لأن ده مش فيسيولوجي بتاعنا، أنت ما حدش هيسألك على الميكانيزم بتاع الكافيين، هو ليه ميكانيزم بس ما حدش هيسألك عليه. تمام. الهرمونز، الهرمونز في هرمون اسمه الثيروكسين، هرمون الثيروكسين ده بيزود الميتابوليزم في كل خلايا الجسم. طب لما زودت الميتابوليزم اخبار ايه؟ اذا هتزود الاكزايتابيلتي زي ما قلت لك، الميتابوليزم معناه الكيميكال رياكشن بتاعت الجسم، انت زودتها يبقى هتزود ايه؟ الاكزايتابيلتي، لان الاكزايتابيلتي بتحصل اصلا عن طريق ايه؟ عن طريق كيميكال رياكشن. طبعا دي نظريه، في نظريه، في قصدي ده ميكانيزم، في ميكانيزمات تانية كتير، بس ده على قدك دلوقتي كده وانت في سنه اولى. حلو قوي موضوع الميتابوليزم ده، هيزود الميتابوليزم هيزود الاكزايتابيلتي. ده كده الدراجز والايه والهرمونز. ندخل على اهم جزئيه، اكتب لي جنبها في اي بي، جزئيه الايونات. الايونات مهمه جدا ليه؟ لان بص، لان هي دي بجد الانسان معرض لها جامد، يعني موضوع الايونات وبالذات الايونات بوتاسيوم ده من اخطر، يعني بيقول لك يعني ايه اخطر ايون، لو يعني لو حصل تغيير فيه ده بجد بيعمل حاجات خطيره جدا وممكن يؤدي للوفاه، تخيل. تمام. تعالوا نبدا بقى نشوف ايون الصوديوم مكتبك عليه قال ايه. بص، اول حاجه احنا متفقين ان الديبولاريزيشن دي بتحصل عن طريق ايه؟ عن دخول، عن طريق دخول الصوديوم. طب الصوديوم بيدخل عن طريق ايه؟ ان الشانل تفتح بس. لا مش بس، والكونسنتريشن جريدينت، ما هو اللي بيخليه يدخل اصلا الكونسنتريشن جريدينت، لان الصوديوم بره عالي قوي وجوه ايه؟ وجوه قليل. طب انت لو بدات تقلل الصوديوم هنا، اخبار دخول الصوديوم لجوه ايه؟ ابدا يقل، فبالتالي الديبولاريزيشن هيبدا ايه؟ هيقل هو اخر. طب لو الديبولاريزيشن قل، يبقى معنى كده ان الاكزايتابيلتي اللي حصل فيها قلت هي اخرى. فانت قللت اول حاجه، قللت الصوديوم، قللت الصوديوم بره. تمام. الكونسنتريشن جريدينت اللي كان بيدفعه، يعني التركيز العالي اللي هو الزياده في الكونسنتريشن، هو كان بيدخل بفرق التركيز، انت قللت الفرق ده، فبالتالي هتضطر تفتح شانل اكتر. عشان تفتح شانل اكتر محتاج ستيمولس اقوى، ادام انت محتاج ستيمولس اقوى معنى كده انك ايه؟ قللت الاكزايتابيلتي. ده ايه؟ ده الصوديوم. هو بيقول لك ديكريز الامبليتيود، معناه ايه؟ الامبليتيود اللي هو الارتفاع، شيء منطقي، يعني انت الصوديوم لو قللته هتبدا ايه؟ تبدا الارتفاع بتاع الاكشن بوتنشال يقل، فبالتالي هيأثر بعد كده على الكونتراكتيليتي وحاجات تانية. تمام. او من الاخر كده تقدر تكتب جنبها ان هو يقلل الانفلكس، ديكريز الانفلكس، هيقلل دخول الصوديوم عن طريق فرق التركيز. ده الصوديوم. تعالى ندخل على الكالسيوم. فاكرين لما شرحنا الكالسيوم في النيرف قلت لكم ان في مرجع كاتب ان الكالسيوم، ان الصوديوم شانل بره بشكل عام ماسك كده فيها ايه؟ كالسيوم، والكلام ده كله صح؟ قلت لكم ان ده مرجع فيه، بس قلت لكم دي مش تتطوعوا وتكتبوها وتقولوها غير لما لو حد سالك، حد سالك بس. تعالى بقى نشوف الميكانيزم اللي كتبك كتبها، انا قلتها لكم برده في النيرف. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الكالسيوم زاد قوي بره، حلو اهو، بص ده سيل ممبرين اهو، ودي شانل بتاعت ايه؟ صوديوم. الكالسيوم عندك بقى في كل حته. بص الكالسيوم هنا اهو،
كالسيوم بقى كتير قوي بره. الكالسيوم مع الصوديوم ده ايه اللي يحصل فيه؟ ده اول حاجه هيقوم زائد. يعني بص هما دول حوالين الشانل كده، لما ده يزيد الصوديوم عايز يجي يدخل هنا، يدخل الشانل بتاعته، يلاقي كالسيوم بوزيتيف، بوزيتيف اين واقف، يقوم ايه زقه. انتوا عارفين ان البوزيتيف مع البوزيتيف ايه اللي بيحصل فيهم؟ بيحصل له ريبل، والبوزيتيف مع النيجاتيف ايه؟ بيحصل له اتراكشن. يعني دول كده بيبعدوا عن بعض ودول بيقربوا لبعض. فبالتالي البوزيتيف اللي بره بتاع الكالسيوم كتير ده يبدا يزق الصوديوم. الصوديوم عايز يدخل يا جماعه هنا، الصوديوم عايز يدخل كده، ده يجي يدخل يقول لك، يقوم الكالسيوم ايه زق، يقول له لا ابعد، وهكذا. فبالتالي انت قللت دخول الصوديوم، قللت الانفلوكس بتاع الصوديوم. طب لما تقلل الانفلوكس اخبار الديبولاريزيشن ايه؟ هيقل. طب لما الديبولاريزيشن يقل معناها ايه؟ انك قللت الاكسايتابل. تمام، ده كده الاكسس كالسيوم. طب اللو كالسيوم العكس بقى، اللو كالسيوم مفيش الصوديوم، مفيش حاجه تزق الصوديوم، مفيش حاجه تتنفر معاه، فبالتالي دخوله هيبقى سهل، فبالتالي الاكسايتابيلتي هتزيد، الانفلكس هيزيد والديبولاريزيشن هيزيد والاكسايتابيلتي ايه هتزيد. تمام. البوتاسيوم، البوتاسيوم يا جماعه ده الان بتاس اللي اهو وده الاوت. تمام، البوتاسيوم جوه كتير، البوتاسيوم جوه كتير وبره ايه قليل. تعالى نبدا الاول، هو اللي فيه طبعا هنا حالتين، يا اما تزود البوتاسيوم بره يا اما تقلله. كل ده احنا بنتكلم على الاكسترا سيلولار فلويد. هو حد يقول لي انا بزوده جوه الخلايا؟ لا، انا بتكلم الايونات دي على مستوى الدم والاكسترا سيلولار فلويد يا جماعه، مش بتكلم على مستوى الانترا سيلولار. اهو يعني ده الدم اهو ودي خليه، انا بقول الايون يزيد هنا او يزيد هنا، ماليش دعوه بجوه الخلايا دي، مش هتحكم فيها. تعالى نبدا الاول نشوف البوتاسيوم لو زاد بره ايه اللي يحصل. ادينا زودنا البوتاسيوم بره، اخبار ايه بقى؟ اصل اخبار بقى الاي فلكس بتاع البوتاسيوم ايه؟ فرق التركيز، هنا في الاول كان التركيز هنا قليل صح؟ ده كده في الاول، وهنا التركيز عالي، فبالتالي البوتاسيوم كان بيتحرك من التركيز العالي للتركيز القليل كده. وطبعا على مدى فرق التركيز، يعني كل ما فرق التركيز زاد كل ما الحركه ايه زادت. طب انت عملت زود البوتاسيوم بره، اخبار فرق التركيز ايه؟ هيقل. طب اخبار الحركه دي ايه؟ هتقل. طب لما تقل معنى كده البوتاسيوم البوزيتيف هيتحبس جوه صح؟ ان البوزيتيف هيزيد جوه. طب البوزيتيف لما يزيد جوه الخليه معناها ايه؟ معناها دي بولاريزيشن. طب ده معناها دي بولاريزيشن، معناها ايه؟ معناها هتزود الاكسايتابيلتي. بالمناسبه يا شباب، الدي بولاريزيشن هنا مش معناها انها توصل الاكشن بوتنشال، معناها هنا ان انا زي ما قلت لكم قبل كده، لو ده سالب 90 وده النورمال اهو، وده سالب 60 وهنا 20، لو طلعت من سالب 90 لسالب 60 ده اسمها دي بولاريزيشن. تمام؟ طب لو طلعت ل 20 ده كده وصلت للاكشن بوتنشال، عشان برضه ما حدش يفهم يقول الديبولاريزيشن انها تعمل اكشن بوتنشال، لا مش شرط انها تعمل اكشن بوتنشال. كده احنا اتكلمنا لو البوتاسيوم، لو البوتاسيوم زاد. تعالوا نشوف بقى لو قل بره ايه الاخبار. احنا اتفقنا هنا كتير وهنا قليل، اخبار التركيز هنا عالي والتركيز هنا قليل، فبالتالي بيتحرك بايه؟ بفرق الجهد. طب احنا عملنا ايه هنا؟ احنا قللنا ده، قللنا ده اكتر، يبقى التركيز زاد، التركيز فرق التركيز زاد جدا، فرق التركيز زاد جدا، فبالتالي البوتاسيوم يبدا يتحرك من هنا بشراهه، هي في قوه جامده كونسنتريشن جريديان بتزقه جامد، فبالتالي ايه اللي هيزيد بره؟ البوستيف يبدا يزيد بره. طب بوستيف لما يزيد بره يا جماعه بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن معنى كده ان الخلايا لو كانت سالب 90 في الريست وتقوم، لا تقوم نزل من ايه؟ لما تبص في زيت بره تقوم نزل السالب 110. طب انت لما تيجي تعمل ستيمولس عشان توصل اكشن بوتنشال، عايز توصل، كنت توصل من سالب 90 ل 20، طب دلوقتي انت بتوصل من سالب 110 ل 20، بقى القوه الستيمولس اللي انت هتحتاجه ايه؟ اكتر. فبالتالي لو لما تزود الستيمولس عشان توصل الاكشن بوتنشال، ده معناه انك ايه؟ زو قللت الاكسايتابيلتي. جزئيه الايونات دي يا جماعه مهمه جدا 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 جدا، اكتر ما تتصور. تمام كده احنا، كده احنا خلصنا جزئيه اللي هو الايونز. تعالوا نشوف الاسكيميا والبكتيريال توكسينز. الاسكيميا يا جماعه او الهايبوكسيا، بص الاسكيميا معناها ايه؟ اي اورجان في جسمك، اي اورجان في جسمك وصل له ايه؟ دم صح، عن طريق بلاد فيزل اهو. الاسكيميا لا قدر الله، نفترض ان هنا الجزء ده مثلا كده اتسد باي حاجه، بجلطه مثلا، اعتبر ان دي جلطه سدته،
الدم اتجاه واحد ماشي كده. طب الدم هيجي هنا مش هيعرف يدخل هنا، فبالتالي هنا ايه اخبار الدم اللي هنا؟ خلاص قل جدا او مفيش. تمام. طب الدم ده دم قل ومفيش، هو كان ايه اللي بيدي الخلايا اكسجين؟ الدم. يعني لو في دم في اكسجين، طب لو مفيش دم مفيش اكسجين. والاكسجين محتاجه لايه؟ لكل حاجه في الخليه، محتاجه للطاقه، محتاجه لتصنيع البروتين، محتاجه لحاجات كتير جدا، محتاجه للكيميكال رياكشن اللي جوه الخليه. تمام. فبالتالي انت هنا ما عندكش دم، الاسكيميا دي ما فيش دم. طب والاسكيميا اصلا هتعمل هايبوكس. يعني ايه هايبوكس يا جماعه؟ هايبو يعني لا، هايبو يعني قليل، هايبو يعني قليل، واوكسيا جايه من كلمه اكسجين، يعني الاكسجين قليل، فبالتالي ما فيش اكسجين ايه اللي واصل للخلايا. ماشي، ده ما فيش اكسجين واصل للخلايا، هتقلل الاي تي بي وهتقلل البروتين وهتقلل الكيميكال رياكشن، او تقدر تكتب كده باختصار هتقلل الميتابوليزم. تمام، قللت الميتابوليزم، يبقى زي ما اتكلمنا على الايه، على الفيزيكال، على الكولينج، الميتابوليزم هيقل، فبالتالي الاكزايتابيليتي الاخر ايه، هيقل. طب البكتيريال توكسين، البكتيريال توكسين كتابك قال انها هتقلل الميتابوليزم، بس البكتيريال توكسين كمان ممكن تاثر على، ممكن تاثر وتدمر القلب، لان دي في الاول في حاجه سامه ممكن تدمر القلب. تمام كده احنا بقى لنا اخر حاجه اللي هو النيرفس. قبل ما نبدا بس في النيرفس، انا كنت عايز افكركم بحاجه. انتوا فاكرين في شابتر عندنا اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم؟ اوتونوميك ده جاي من كلمه اوتو، يعني حاجه اوتوماتيك، هو اسمه اوتونوميك، بس انا عايزك تقوله لحد ما نوصل له ان هو اوتوماتيك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ده لو حاجه لا قدر الله، يعني دلوقتي الجسم انا قاعد طبيعي، ضربات قلبي طبيعيه، الضغط بتاعي طبيعي، كل حاجه فيها طبيعيه، طب لا قدر الله اي حاجه من دول اختلت، ايه اللي يحصل؟ الجسم اول حاجه هيحاول يعدي البياب بتاع ده اللي هو النيرفس ريجوليشن عن طريق الاوتونومي. عن طريق الايه؟ الاوتونوميك. تمام، يبقى اللي هو ايه؟ النيرفس ريجوليشن. وده بقى انتوا كنتوا واخدينه في ثانوية عامة تحت حاجة اسمها جهاز السمبثاوي والجهاز البارا سمبثاوي، السمبثاتيك نيرفس سيستم والبارا سمبثاتيك نيرفس سيستم. ولو فاكرين السمبثاتيك ده، ده جهاز الطوارئ الامرجنسي، لحد ما نوصل له طبعا. يعني احنا في شابتر كامل اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم، لحد ما نوصله بس عايز اديك نبذة مختصرة. السمبثاتيك ده الجهاز اللي هو لو الضربات قلت، لو ضربات قلبك قلت هيزودها. يعني نفترض دلوقتي لو قدر الله واحد كده قاعد في حاله حصل حاجه قلت له ايه ضربات القلب، يقوم الجهاز السمبثاوي ده باعت اشاره للقلب يقول له لا علي، هيبعت له طبعا اشاره وهيطلع مواد كيميائيه زي ما اتكلمنا في النيرف اللي هو النيورو ماس النيورو جانكشن والكلام ده، اللي هو بيطلع مواد كيميائيه تمسك في مستقبل والكلام ده، مش مهم دلوقتي مش عايزه. فبالتالي الجهاز السمبثاوي ده جهاز ايه؟ الطوارئ، او في ناس حتى بتسموه فايت اند فلايت، اضرب واجري. طب انت عشان تضرب وعشان تجري محتاج ايه؟ محتاج طاقه، ومحتاج ضربات قلبك تزيد علشان الدم يروح للمخ وللعضلات، ويروح للعضلات فبالتالي تقدر ايه تجري. يبقى الجهاز السمبثاوي او ممكن يقول لك كاتيكولامين. بالمناسبه الجهاز السمبثاوي ده النيرف اللي رايح للقلب ده بيطلع مواد كيميائيه اسمها كاتيكولامين. الجهاز العكس السمبثاتيك اللي هو اللي اسمه بارا سمبثاتيك، هتلاقي كتابك ممكن يكون كاتب لك كلمه فيجل. بص يا جماعه، البارا سمبثاتيك ده ليه كذا عصب في الجسم، منهم في عصب اسمه عصب الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف ده تاخدوه ما تقلقوش، بس يعني اعرف ان هو دلوقتي ايه، ده عصب من اعصاب البارا ايه سمبثاتيك، رايح للقلب، هيروح للقلب، هو مش رايح للقلب بس، طب رايح لكذا منطقه غير القلب، بس ايه هيروح من القلب. طب البارا سمبثاتيك ده وظيفته ايه؟ ده بقى ده بيقول لك ايه، ريست اند دايجست. يعني ايه؟ يعني كل وارتاح. هناك ده ايه؟ اضرب واجري، ده كل وارتاح. طب انت لما بتاكل وبترتاح، هل محتاج ان قلبك ضرباته تزيد؟ قال لك لا، انت قاعد مرتاح، مش محتاج، ما بتعملش مجهود، ضربات قلبك هتزيد ليه؟ ضربات القلب العاديه مكفيه جسمك، فبالتالي ده لا قدر الله لو واحد مثلا حصل له اي حاجه زودت ضربات القلب، ده ايه؟ ده يروح يقول له لا خدي، يقوم معادل الزياده بالايه؟ بالنقصان، فبالتالي ده برضو بيظبط الايه؟ ضربات القلب. كده احنا خلصنا الفاكتورز افكتنج
الفاكتورز افكتنج الاكزايتابيلتي بتاعت الهارت، وقلنا جمعناهم في كلمة بي سين بي سين ولا كده يعني ماشي، بي بي سي اي اي ان. اول واحد الفيزيكال، تاني واحد البي اتش، تالت واحد الكيميكال، ده تلاتة تمام، اربعة خمسة ستة، معلش دي غلطة تانية. يبقى فيزيكال بي اتش، كيميكال ايونز، اسكيميا وهايبوكسيا وبكتيريا توكسنز، واخر حاجة ايه، نيرفس ريجوليشن. وكده احنا خلصنا الفاكتورز افكتنج الاكزايتابيلتي.